الشرقية للدخان هاني بيه. مساء الخير. اهلا اهلا احمد بيه، ازاي حضرتك؟ اخبارك ايه؟ والله انا ما في حد يقابلني او ايوه تليفون ولا في مكان، ايوه والناس موضوع ايوه السجاير والتدخين دي عندهم حاجة صعبة قوي. ايه الحكاية؟ انتوا مزعلين الناس ليه؟ ده الناس بقى بالنسبة لها السجاير اهم من الاكل. والله يا فندم، والعكس صحيح. احنا شغالين وبكل حب للمستهلكين بتوعنا، احنا حريصين على كل المستهلكين اللي احنا بنخدمهم. احنا يمكن شركة شرقية عندها اكبر حصة سوقية في سوق السجاير، نعم يعني وصلنا ل 75% تقريبا، وهي تقريبا جموع الشعب يعني. نعم اللي حصل طبعا ان احنا في فترة ما كان في تقريبا نوع من اللوجيستكس، يعني بعض مشاكل التوريد للمواد الخام، فكان لازم كلنا يعني نحرص على ان استمراريه وتواجد المنتج بتاعنا لاطول فتره ممكنه. وبالتالي اشتغلنا على الحقيقه على هذا الموضوع وقننا الكميات، لان احنا اكتشفنا انه في بعض التجار بكل الكميات اللي بننزلها بياخدوها بيخزنوها علشان تصورا لزياده سعريه قد تحدث في شهر 6 في شهر 7، الدولار عالي فهي غالبا هترفع الاسعار بتاعتها، واحنا الحقيقه ما عملناش ولا حاجه من دول. احنا حافظنا على اسعارنا من شهر مارس لغايه النهارده، سعر العلبه بتاعتنا ما زال 24 جنيه، وما زلنا حريصين على انه المستهلك بتاعنا اللي احنا اللي كان معانا من 100 سنه يفضل معانا، يعني يفضل موجودين معانا، لان هو ده اساس تواجد الشركه. احنا الشركه الشرقيه الحمد لله يمكن هي اكبر شركه تجاريه موجوده في مصر على الاطلاق. يعني بنتكلم عن التيرن اوفر بتاعنا بيصل الى يمكن حوالي 80 85 مليار جنيه في السنه، طبعا شامل الضرايب وكل حاجه، لكن ده حجم الشركه الشرقيه. احنا من اكبر 5 شركات في البورصه، احنا نمثل الزراعه الاستثماريه للدوله لوجود مال عام فيها. احنا لينا نظره مش تجاريه، احنا لينا عندنا بعد اجتماعي اخر، وهو المحافظة على المستهلك اللي ما زال مهتم، اللي محدود الدخل، اللي برضه بيحرص على ان هو يمسك التجارة الكليوباترا. نعم. والحقيقة السياسة بتاعتنا كمجلس إدارة والإدارة التنفيذية شغالة طول الوقت بهذا الشكل، ان ازاي نوصل التجارة بأقل سعر ممكن إلى اللي أكبر عدد ممكن من المستهلكين بتوعنا. والحقيقه احنا يعني حافظنا على الكلام ده لفتره طويله، واقدر اقول ان احنا نجحنا في ده، يعني نجحنا في المحافظه على المستهلك بتاعنا، والمستهلك بتاعنا الحقيقه رد لنا الجميل في انه فضل متمسك بالسيجاره حتى لما وصلت اسعارها الى ارقام احنا الحقيقه نفسنا ما كناش نتصور انها هتوصل لهذه الاسعار. مين يا فندم هاني بيه، انا اسف، مين اللي رفع هذه الاسعار؟ لحضرتك بتكلمنا على 24 جنيه بقت 50 و60 جنيه، مين اللي عمل كده؟ انا عايز اقول لحضرتك حاجه مهمه، طبعا في حلقات وسيطه بيننا وبين المستهلكين. احنا كشركه شرقيه احنا اكبر شركه توزيع بلا منازع على مستوى الجمهوريه. احنا بنوزع تقريبا في السنه 3.5 مليار علبه، وده رقم مش موجود عند اي منتج اخر، يعني اللي نمره 2 يجي بعدنا بشويه كتير يعني. فلازم نعتمد على سلاسل توزيع كبيره، يعني قنوات توزيع ما بين بتوزعوا 3.5 مليار علبه في السنه تقريبا. يعني تقريبا. فبالتالي علشان نوزع بكام فلوسهم كام؟ 80 مليار زي ما حضرتك قلت ولا اكتر؟ ما نضرب بقى في 3.5 في 24 ونزود عليهم المعسل والسيجار والاصناف الاخرى، فحضرتك تعرف بقى احنا بنشتغل في كام. ما شاء الله. احنا الحمد لله يمكن بنشتغل في الخفاء، لكن الحقيقه احنا بنقول احنا بعد قناه السويس كدخل في الدوله، احنا اكبر شركه التيرن اوفر اعلى، يعني بينافسنا قناه السويس بس عشان هم بالدولار، لكن احنا الحقيقه يمكن نيجي نمره 2، احنا اكبر تاكس بير او اكثر دافع ضرائب في الدوله. احنا